هلا معنا من كرجات المشنططين كريم. كريم يسعد اوقاتك. انا حسني مو محمد. يسعد مساك علينا استاذ محمد. انا حسني محمد جنبي. هلا كيفك كريم؟ شو اخبارك اليوم؟ ضيفنا زميلنا حسني مقدم برنامج تي تايم راح يرحب فيك. كيفك كريم؟ اهلا وسهلا. والله الحمد لله. اهلين استاذ. يعطيك العافيه. بعرف قديش في. الله يعافيك يا رب. بعرف قديش في عندك كم هائل من الرسائل اليوميه، كم هائل من الرد على الناس، الاسعافات اللي عم بتصير، الطوارئ، الارقام، التواصل مع العالم. نحن كتير الناس عم تسالنا عن كرجات المشنططين، فنحن عم يعني اليوم معنا حدا من مدراء كرجات المشنططين او مدراء الصفحه المسؤولين عن هي الصفحه. أهلين فيك. بداية نحن اليوم كان معنا الكابتن أسامة عبد المحسن يلي فركشته الصحفية الهنغارية اللي انتشر الفيديو على كل الصفحات. طبعا. طيب مثل هاي الحالات اللي ما بتنتشر بشكل عام، بيجيكن هيك رسائل، بيجيكن هيك أسئلة، بيجيكن معلومات، استفسارات، كيف ممكن يتواصلوا، كيف ممكن يجوا، كيف من هذا النوع؟ طبعا هو هذا الموضوع بيصير عن طريق مشاركة الفيديو عن التواصل الاجتماعي وبينتشر بسرعة، وبيصير يعني بينصحوا الشخص شو يتصرف، شو يساوي، كيف ياخد حقه، كيف تصير الأمور يعني. تمام. تمام. يعني بشكل يومي ودائم أو على مدار الساعة بتجاوبوا الكل، بتحاولوا تساعدوا الكل؟ ايه طبعا. عن طريق الأعضاء المشتركين بالمجموعة. كل واحد على هو تجربته، على هو معرفته بالموضوع، عن طريق السؤال بجاوب. تمام تمام. كريم كيفك؟ شو أخبارك؟ طمني عليك. الحمد لله الحمد لله. أهلين أستاذ كريم. أنا حابب اليوم أحكي بقصة مشان ما نأخذ من وقتها كتير، اللي هي يعني عكس ما صار مع الكابتن أسامة. الكابتن أسامة يعني منقول الصحفية هي اللي غلطت بالقانونية معه وعرقلته. هلأ في كتير من أهلنا السوريين عم بيهاجر بسبب جهله بقوانين الدول الغربية أو أي موضوع آخر، عم يعني أحيانا عم بيسوي أشياء غير قانونية في البلد اللي عم بيكون فيها. عم بيطلع مثلا مظاهرات من دون إذن، لازم ياخد طلب ويقدم طلب مسبق. ما بعرف شو بتحكي لنا عن هالقصص، وشو نصايحك لأهلنا السوريين المهاجرين بالالتزام بقانون الدولة، ومثل ما بيقول المثل السوري إذا كنت غريب فكن أديب. تفضل. أديب طبعا، هذا الشيء معروف. أولا أنا بدي أحب وجه له رسالة إنه المفروض هن من أول ما يدخلوا باليونان أو بتركيا المفروض يكونوا يلتزموا بالقانون. أنت جاي بطريقة غير شرعية، يعني مخالف للقانون اللي بلد اللي بدك تدخله. نعم. عم يستقبلوك ويقدموا لك وكذا، الأعداد ضخمة كتير. يعني إذا صار شوي تأخير ما بيصير أنا والله إنه أطلع ساوي مظاهرة مثل ما صار الأسبوع الماضي باليونان، حرقوا مكتب الخارطيات وكذا. يعني هذا الشيء غلط، عم يسيء لنا ولسمعتنا السوريين. إذا كان يعني هذا الشيء صاير من أطراف أخرى، مفروض السوريين يعزلوا نفسهم عن هذول الأشخاص من جنسيات. نعم. أخرى. نعم. ما يجتمعوا معهم، يخلوا نفسهم مجموعات، يلاقوا شخص يعني معه لغة يتكلم عنهم، يوحدوا جهودهم باتجاه واحد، يكونوا ماشيين بهدف واحد بحيث أنه ما يسيئوا لسمعة السوريين. عرف كيف؟ طيب أخي كريم، موضوع النظافة، معلش بس اسمح لي وبتكمل موضوع النظافة مشان ما ننسى، كتير مهم. يعني موضوع النظافة المفروض يعني أي شخص حامل معه مثلا أكل أو طعام أو شيء يأكل بده يرمي، يحط بكيس موجود سلات قمامة بكافة أنحاء أوروبا، وين ما مشيت بتلاقي. المفروض أنت تأكل تخلص أكلك أو أي شيء ترميه بالسلة. لازم نحافظ على النظافة ونعطي سلوك جيد انه نحن متحضرين ومتفهمين القوانين الاوروبية. شغلة تانية بحب احكي عنها، موضوع القطارات، كمان نظافة بالقطارات مطلوبة، قطع التذاكر، التزام بالقانون، اللباقة بالتصرف. هذا شيء اكيد بيعطي انطباع سيء، بيحترمك الشعب. الشعب بيحترمك وقت تكون انت لبق وسلوكك جيد بالتعامل معه. طيب باقي الجنسيات، يعني كتير بنسمع قصص انه مثلا كان في 500 دعوا انهم سوريين، طلع منهم 100 سوريين والباقي شيشان وايرانيين واوزبكستان. شو كيف بدنا نوعي اهلنا هنيك على هالموضوع، لانه هن عاداتهم غير عاداتنا وغير تقاليدنا، وخاصه طبعا هذا الشيء فعم بيسيئوا للسوريين. هذا الشيء المفروض هن يبلغوا عنه ويحكوا، يعني يعزوا، انا قلت يعزوا نفسهم مجموعات السوريين يكونوا لحالهم،
يكلفوا شخص متكلم يتحدث باسمهم كلياتهم، ما ي... انه كل مين يتكلم بشكل عشوائي، يوصل صوتهم للجهات المختصه او الجهات العامله على هالشيء مثل الصليب الاحمر، الكاريتاس، هالامور هي. حتى بدي احكي عن موضوع الخيام، يعني موضوع الخيام هلا في ضغط كبير لاجئين، عم يجي اعداد هائله، يعني ما في مكان تنام، عم يوصفوا لك خيمه ويحطوك وتقعد، عرف شلون؟ بشكل مؤقت عبين ما يأمنوا لك حاجياتك. موضوع الطعام المفروض هذا الاكل اللي موجود، يعني هذا اكلهم، المفروض انت حتى لو ما عجبك الاكل يعني تمدح فيه، تقول لهم جيد، تشكرهم، تقول لهم الله يعطيكم العافيه على هالشيء، مشان ما ياخذوا انطباع سيء انه انت مثلا عم يقدموا لك وانت عم تسيء لهم. طيب أخي كريم، أنتوا على صفحتكم يعني في بوستات مثل ما بنقول تثقيفية للناس بقوانين البلاد الغربية، أو مثلا تنصحهم يلجأوا لمكان معين مشان يعرفوا فيه حقوقهم وواجباتهم وما يتعدوا على القانون اللي هن البلد اللي قاعدين فيها؟ طبعا هو لازم أنت تشوف اللي أقدم منك في المنطقة، فينك مثلا تروح مثلا على الكاريتاس أو منظمة الآفو، هي بتساعد اللاجئين، وفي كمان فينك تروح على المساجد، في مساجد بأوروبا، فينك تلجأ لأي مسجد بيساعدوك بترجموا لك أوراقك، بيقدموا لك النصيحة، بيساعدوك بتأمين منزل. أهم شيء اللاجئ أول ما يصل على الكامب يستغل وقته بتعلم اللغة، اللغة شيء مهم وأساسي قبل ما يفكر بأي كل شيء، ما يقعد يقضيها إنه والله لعب وحكي وأنا صورت وكذا ورحت وجيت والأهل ما عجبني. تعلم اللغة عن طريق النت، تستفاد لقدام بحيث إنه طلعت لك الإقامة كذا، بتروح بتلاقي أمورك أنت بتقدر تمشي أمورك، ما بتحتاج حدا. أنا هذا الموضوع كتير لازم هن يتابعوه ويهتموا فيه، موضوع اللغة شيء أساسي قبل كل شيء. أكيد نحن بنتمنى منكم بكراجات المشنططين أنه يعني ترتبوا بوستات تثقيفية للحقوق والواجبات أو لأي مصدر بيحسن المهاجر السوري أنه يتعرف عليه، وإن شاء الله رح نتعاون معكم بصفحة ألو سوريا. ما بعرف إذا حابب نختم اللقاء بشي حابب تقوله أخي كريم أو توجهه. في كمان موضوع حابب نوه عنه، تفضل. موضوع التدخين بالغرف وبالكامبات، بكل غرفة موجود جهاز إنذار، عارف شلون؟ نعم. بمجرد أنت ما دخنت بالغرفة عم تجي الأطفاء مباشر والدفاع المدني، يعني عم تسبب مشكلة وإحراج لنفسك، عم تعطي سمعة سيئة عن نفسك، مفروض تلتزم بالدخان برات الغرفة. تمام. كيف أستاذ؟ تمام سيد كريم. أماكن مخصصة بتدخن فيها. تمام سيد كريم، أنا بدي أضيف للي قاله محمد قبل شوي، بدي رد لك أنه إذا بتكتروا من هاي البوستات التوعوية أو التثقيفية لتفهموا كل حدا وهو رايح، يعني أنتوا عم تساعدوهم بالطريق أنه روحوا على الجزيرة كذا، أخذوا الخارطية من المكان كذا، تصلوا على هاي الأرقام، انتبهوا ما تطلعوا اليوم جو، يعني تزيدوا من هاي التثقيف، تزيدوا من هاي المعلومات، تعطوهم أنه إذا وصلتوا يعني تكون أكثر خدمية، لأنه على ما يبدو انه كتير من الشباب السوريين والعائلات اللي عم تطلع من سوريا فهي عم تعتمد بشكل كتير كبير على هي الصفحة، انه هي بتحسها دائما منه الى، يعني بتحس انه هي كل السوريين موجودين فيها، كل مشنططين. يا رب الله يخلص شنطتنا على خير ونرجع لسوريا الحرة عما قريب يا رب. والله يعطيكم الف عافية سيد كريم وكل الشباب اللي عم بيشتغلوا معك.